يا اسطى معلش لم عدتك ان شاء الله انا بنجي لك في يوم تاني. ولا تاني ولا تالت يا باشا، اتفضل دور عربيتي. دور عربيتي ايه يا اسطى؟ انا جايب لك العربيه على الونش، يعني مش دايره تقول لي دور عربيتك؟ ما هي مش هتدور. ولا يهمك يا باشا، خلاص ادور من عندنا. سعيد دي دارت. دارت يا سعيد. شلت لك يا باشا. ازاي ده انت عبقري بقى زي ما بيقولوا. ده ميزو يا باشا، احنا افكارنا مفيش مقارنه. لا قول لي صحيح، عملتها ازاي دي؟ ربنا مدي كل واحد سر يجيب بيه لقمه عيشه. بوظ براحتك واحنا نصلح. غريبه، انا اول مره اسمع عنك. لا كده ازعل. يرضيك يبقى الخيل والليل والبيداء تعرفني وانت لا. طب قول لي بقى، نغلواني ولا ايه الدنيا؟ مش حلوه بينك ده يا باشا. طب والمعز المذل، العربيه دي لو رجعت بلدها انجلترا تاني ما ليها عدل غير قلبه موتور. المشكله يا باشا في السيستم، بيحرق على الناشف. السيستم بيدي اوردر للموتور بس مش بيحقن بنزين، فتلاقي البوجيهات تحرق على الفاضي. وانت عملت ايه؟ انا ظبطت السوفت وير كله من اول وجديد. ما شاء الله عليك يا باشا. اللي قدامك ده كان فاضل لي شهر وخلص هندسه سيارات، بس الدنيا بقى اللي بتوشها معايا. معلش يا ابني، اللي فاهم بيريح. اللي فاهم بيريح بس مش بيستريح. بص انا مش هعد، خد دول زي ما هم. ولا انا هعد يا باشا، مرضي. لبست وشرفت، اتفضل. ألف شكر يا باشمهندس. يلا سعيد. يلا يا أستاذ سعيد، نورتنا نورتنا. الحمد لله. نورت نورت. رمضان بيجي برزق برضه. يا عم زين يا عم زين، عايز أشتغل معاك في الورشة. شغال معايا في الورشة ده إيه؟ ده ابن مين يا واد؟ ده ابن محمد طحاوي. هو طحاوي طحطح؟ عشان ابوك ده بالذات ما انت شغال معايا. لو خلاص ما تزعلش. انت في مدرسه يا واد؟ اه. قطع كام؟ تاني ابتدائي. تاني ابتدائي؟ بدري عليك يا ابني في شيل الهم ده. امسك شهادتك في ايدك وبعد كده الدنيا هتشقيك ياما. وانت لسه هتفكر؟ حاضر يا عم زين، يا بابا المجال. خد يد تعالى هنا. حلو بابا المجال دي، هات بوسه. حلوه منك. استنى. النوسه هو على هيئتك. انت بتصوم؟ بصوم لحد الظهر. لحد الظهر زي ابوك بالظبط. يلا سلم عليه، قول له ما يجيش هنا تاني. بس بس هنا يا اسطى. فوق فوق فوق. الله 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 يا بابا المجال. ايه على فين يا استاذ زين؟ طلع الصحر. لا ما السحور ممدود يا استاذ زين، وبعدين والنبي فك لنا بصمه العربيه دي عشان مفتاحها ضاعت خالص. ده في التوكيل بقى يا اسطى، تقول لهم يفكوا لك البصمه المفاتيح ضايعه، انما انا اروح في حديد لو عملتها. انت مفكرها مسروقه ولا ايه يا ابو الرجاله؟ امال ده مالي؟ بس زي ما تقول كده نسواني التلاتة فاتحين منكش على العربية، فقلت غير مفتاحها. حلوة منك. حلوة. التوكيل يا اسطى إن شاء الله. اه. بقول لك إيه، أنت ما سمعتش عن شكل أذية؟ لا ما سمعتش. هتقف في حتة فيها شبكة يمكن نسمع أحسن. لا مؤاخذة. شكلي هعمل معاك لقطة. تعمل معايا لقطة أنا مش هزعل. إنما لو عملت معاك باقي الفيلم مش عايزك تزعل. الله في في يا أستاذ زين، في يا أستاذ زين ده أنا أخوك. يعني قدر تتقدر يا استاذ زين. انا لغايه دلوقتي ماسك في الاصول عشان خاطرك يا حوده، انما لو الاصول ما نفعتش انا ايدي ما اتقطعتش. بقول لك يا اسطى انا خارج من السجن وجادت والماده شاده، حل ليلتك وادخل معايا في المصلحه بوسه. خش بصنعتك في سكه الشقاوه. اخره الشقاوه عيش وحلاوه. تخاف ليه يا جدع؟ ما الجو هادي خالص والحاره هص هص. اللي ياكل الحرام الحرام ياكله. مشكلتنا مشكلتنا
لما بنيجي نعمل الغلط بنبص يمين وشمال وبننسى نبص لفوق. طب فوق انت بقى كده وانجزنا وخلص المصلحه عشان عليا الحلال من ديني. صادق من غير حلفان. ليه؟ ليه؟ عشان الستات ما بيعرفوش يكذبوا. نزل العربيه من على الونش. ايه ده مش شكل. نزل العربيه يا قمر. حاضر يا استاذ زين. ايه ده يا ابويا؟ نزل يا اسطى. نزل العربيه يا قمر. يا اهلا امين ممدوح. يا يونس باشا، الواد شكل خرج من السجن على الشقاوه على طول. فتح عينك انت ورجاله كويس يا ممدوح، انا عايز الحرامي بشلته. ملبس ومتلبس يا باشا. يلا بينا. اتفضل يا باشا. ما تنجزنا يا هندسه، ولا صيتك ده صيت على الفاضي. بقالك ساعه لدرجه ان الشيطان ابتدى يملى وداني وبيقول لي انك هتخون، وانا بصراحه قربت اصدق. عشان كده انا عايز اقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودنك. لو خنت ولا غدرت اعتبر نفسك في ذمه الله، عشان محسوبك خلقه ضيق. اما تولع كبريت مش احسن منك في حاجه. ما تقدرني يا استاذ اندرا من جيرتك برضو. هقدرك يا حوده هقدرك، واكرمك عن مجمل اعمالك بعد اذنك. بس انا بس متلخبط مش فاكر كانت بتبقى. اخلص يلا اخلص يا ما تساعش بقى. دارت باين كان من الاول كده غلط. يلا استشكل ضاري. هتفيش هتفيش يا اسطى زياد. حاجه ده عشان زمان يا اسطى. هات انت السبادي وانا اجيب لك العيش. قول يا بابا المجال مني وسلمنا. خمس ساعات خمس ساعات. ثلاثة موت انت موت انت حاسب يا حوده. تلاقش موت قلب. حسن عفارم عليك. انا منهم بالضالين. نخلص من العربيه دي نشرب لنا سجاره حلوه وزندلي معايا روح. حسب يا حوده. شبح زين يا باشا. زين صاحب ورشة بابا المجال. جدع يا زين. بابا المجال بصحيح. حلوة منك يا باشا. مخلصتش كده يا زين. ها كده ابتدت. يلا يلا الله. زورونا تجدوا ما يسركم. خمسين، 58، 59. كفاية بقى أنا تعبت. أنت اللي تعبتي من العد؟ أيوة كفاية ضغط كده. يلا بقى نلعب بنشات. يلا بس بقى يا سيدي. جميل اختي بقى من امبارح قاعده قدام الفلوس اللي انتوا حوشتوها للجواز تعد فيها ودمعتها على خدها. ليه؟ اصل جميل اختي تحب الفلوس اكتر من عينيها. بس ده شقاك يا اخويا. تصرفه فين ما انت عاوز. ايوه اللي يجيب القرش يجيبه تاني، واحنا بنتدلع بشقانا لا غريب ولا قريب ادانا. جسم طفله ولسان مطلقه. يا بنت بتجيب الكلام ده منين يا سوسه انت؟ اسمي نوسة مش سوسة. وبعدين تعالى هنا، هو مش النهاردة الفطار بتاع الحارة؟ زي النهاردة السنة اللي فاتت كان لبس العيد في حضني. هو خلاص الأيام ما بقاش فيها بركة ورمضان ساحب بيجري. خالي امبارح دخل عليا بالفانوس حب العيد على الباب، مطلوب منك لبس العيد. حلوة منك، حلوة بالمحسوس البراني كده. حلو، بكرة يكون عندك اللي انت عايزاه. بس قوليلي أختك فين؟ اسكت.
شكلها معربنة على عركة وعينيها بتطق شرار. في طفلة في الدنيا تقول معربنة على عركة؟ انت بتجيبي الكلام ده منين؟ اللي ما علمهوش ابوه وامه تعلمه الايام والليالي. سيدي سيبك مننا. ايوه ادخل على خطيبتك واديها كلمتين في جنبها. جميله اختي وانا عارفاها ما يلمهاش غير الشديد. وانت يا اخويا سيب لها الصيف في الصيف كده. محبتك فيها ومرادتها عليك. اقولك على حاجه؟ قولي. افسخ معاها دلوقتي وانا اخطب لك ست سته وانت حليوه ومعجباني وكسيب ما شاء الله عليك. افسخ مع اختك دلوقتي؟ ده ايه الازازه دي؟ لا تديني كام؟ اديك على دماغك. لسانك الطويل ده انزلي بيه بالحاره تحت. اشرفي على الكهارب واشرفي على الفراش. يلا ايه البنت اللمضه دي؟ غير بقى لحسن تاخد برد. انت راجلنا. سقف البيت وبابه. سقف البيت وبابه؟ طب والمعز المذل البنت دي ما طفل دي بقى قاعد بخور. سقف البيت وباته. استغفر الله العظيم والشمس طالعة. يا رب عبدتك مؤمنة وتايبة. يا رب ليه عندك ثلاث دعوات ما تردني فيهم خايبة؟ النور في البصر والعافية على البدن وعمر هنية قبل انتهاء الأجل. والله علي زوزو شد حيلك في الدعاء لنفسك انت ونساني خالص. في ايه يامه؟ بعدين بقى انت لسه كل ما اجي احب على ايدك تسحبها. يا ابني البني ادم لازم يشكر ربنا على النعمه، ما هي النعمه تغوى اللي يشكرها. وانت يا واد يا حلو انت نعمه ربنا علي. ما تغيريش الموضوع، بطلتي تدعي لي ليه؟ عشان بدعي لك وانا ساجده في الصلاه وبدعي لنفسي بعد ما بخلص صلاه. اصل انا دايما كده طلباتي كتير مع ربنا والحمد لله عمره ما ردني خايبة. يا رب عمره ما يردك ابدا يا حبيبتي يا رب. ها سمعينا بقى دعوة حلوة نفتح بيها اليوم كده. ها روح. روح فين؟ يا زين يا ابن زهيرة يا حبيبتك الرب والعبد والحصل على الأرض والقريب والغريب واللي ماشي على الطريق. أمين يا أمين يا حبيبتي. يلا الدواء بقى بتاعك اهو. مالكيش صيام. بص بقى يا زين بصراحة يعني ايه تبقى انت اللي بعد الشر يعني تعبان يا ابني وانا اللي اخد الدواء؟ هو انا وانت ايه يا ام؟ مش واحد؟ وبعدين الدواء ده عشان لما تتبرعي لي بفص الكبد يبقى حلو وبيلمع كده ومفرفش وقمر زيك. ولا رجعتي في كلامك ومش هتتبرعي لي؟ اخص عليك يا زين، هستخسر فيك حته من كبدي. طب امسك ده، انا الود ودي اديهولك كله يا ابني. انت ابن عمري وصاحبي والكتف اللي ساندني طول العمر. ربنا يخليك ليا يا ام زين. يلا انزلي بقى جهزي الفطار واشرفي كده على مغير هدومي واحصلك. هنطلع على المستشفى تمضي على ورق التبرع وبعدها هاخدك مشوار كده لحد الجوازات. عامل لك مفاجاه. حضر سيدنا النبي. ربك دعاك يا ابو زين. يا الف بركه. جبت الفلوس منين يا زين؟ بالقسط. وبعدين شوفي بقى لو كنت انا جبت فص الكبد ده ودفعت الفلوس شوفي كنت هدفع كام؟ وما كانش هيبقى حلو برضه زي فصك كده. رايحه فين يا حاجه يا مشى القطيف؟ رايحه ازور النبي. احلى حاج احلى حاج. والكعبه الشريفه. رايحه فين يا حاجه يا حاج يا مشى القطيفة؟ رايحة أزور النبي حبيبي. والكعبة الشريفة. رايحة فين يا حكا يا حكا يا مشى القطيفة؟ صباح الخير يا بنت عمري. القرشين اللي بقالك 10 سنين بتحوشهم عشان نتجوز بيهم، خدهم يا زين وفوق منهم دبلتك. وكل واحد فينا يشوف حاله. ده انت معربنا على عركه بجد بقى زي ما البنت نوسه بتقول. ونتعارك ليه بقى؟ كان في منه وخلص، فلوسك عندك وفوق منهم دبلتك، والفتحه اللي قريتها مع المرحومه وين حلها؟ ونرجع اخوات. انا عايز عيالنا هم اللي يبقوا اخوات.
يا بتهزر قوي وليك نفس تهزر وانت بتفرتك بيدك تحويشه عمرنا. انا عم القرش والقرش مش عمي، واللي عمل الفلوس دي يعملها تاني. والعمر فيه كام؟ 10 سنين كمان عشان تحوش فيهم 100,000 جنيه نتجوز بيهم. ما قلت لك نتجوز عند امي ونعيش عيشه اهلنا. وانا مش عايش عيشه اهلي يا زين، انا عايزه يبقى عندي شقه وعربيه وذهب والماس. يا بنت عمري يا بنت عمري، نحلم على قدنا. حتى الحلم هنحلمه على قدنا؟ لا يا حبيبي، انا عايزه احلم ملو السما والارض. فتفيت الطوب ما بتبنيش بيوت، وانا مش بحب القليل. من رضا بقليله عايش، اهم حاجه الصحه وراحه البال. راحه المال، البال ده يروقوا اتنين ليمون. شوف يا زين، انا عارفه كويس قوي انت عملت ايه عشان سبت كليه الهندسه ومسكت ورشه ابويا بعد ما مات، ودلعتني وخليت مش ناقصني حاجه ابدا، فتحت لي شباك الدنيا ووريتها لي بالالوان. بس انا بقى عايزه اعيش، انا رجلي معاك هنا في الحار بس عيني في السما. اسمع بقى من بنت عمرك اللي انت ربيتها على ايدك، حب حلو مفيش كلام، بس عمره ما فتح بيت ولا سد جوه. عمر الحب والفقر ما اتجمعوا في بيت واحد، والدنيا ما فيهاش 10 سنين كمان عشان تحوش فيهم قرشين نتجوز بيهم. احنا كبرنا والايام مش زي زمان، والورشه اللي جايه منها رايح فيها، وانا عارفه ان حملك تقيل، وانا هخفف من عليك حملي انا واختي وهيمه، وهنزل اشتغل. انت عايزاني اعمل ايه يعني؟ اقف اتفرج على امي وهي بتطفي قدام عينيا؟ اشتري فرحتي بوجعها؟ امي لو ما عملتش العمليه دي هتموت. والدكتور قال حتى لو عملت العمليه نسبه الخطر كبيره، بس الفرق بقى ان انت ممكن يجرى لك حاجه لو اتبرعت لها، يعني هتبقى خسرت الاثنين، صحتك وفلوسك على حاجه مش مضمونه. ولو الامل قشايه هتشعبط فيها، امي دلها في رقبتي كبير. طب نشاورها وهي اللي تختار، بدل ما انت مفهمها ان هي اللي هتتبرع لك بفص الكبد. ولا كلمه يا جميله، ولا كلمه. ولو فكرتي في يوم انك تعرفيها حاجه من ورايا هيبقى بجد اخر يوم بينا. لا وعلى ايه؟ لا اقول لها ولا تقولي، هي كده خلصت خلاص. تحويشه عمرك اهي، روح بعزاها بقى على العمليه والعمر اللي انت خايف قوي امك يجرى لها حاجه قبل ما تعملها. وخد دبلتك اهي، يبقى اشتري بيهم طواقي وسبح لاهل الحاره. من النهارده انت من سكه وانا من نفس السكه، عشان هو المعز المسل، انا لا فارق ولا حاجه. يا رب تبوري لحد ما اظبط اموري. يا رب تبوري لحد ما اظبط اموري. يا جدعان يا جدعان الصوت، يا جدعان مش عارف اصور تيك توك يا اسطى، صوتكم عالي قاعدين تتخانقوا. يا ابني سيبك من التيك توك وتعالى انزل معايا ورشه ابوك. لا انا يا استاذين، انا راجل فنان. بقول لك ايه، ايدك على 1000 جنيه عشان اجيب الشماريخ بتاعه الفطار. يا نهار اسود يا ابني، مش عايزين الحكومه تعمل لنا مشاكل، ده اليوم الوحيد اللي بتلم فيه اهل الحاره. يا اسطى متفجرات، ده شماريخ عشان البهجه، لزوم الترند. حلو من اقنعتني، وحلو مفرش رمضان اللي انت قيفته ده. انزل سندل معايا بقى في الحار. ماشي يلا سلام. استنى يا اسطى، زعلش من جميل، ابويا الله يرحمه قال لي نصيحه. الله يرحمه. كنا في فرح وقاعدين تحت السماعات بالظبط، عمري ما نسيتها ابدا. الله يرحمك يا الله يرحمه. فين يا ابني النصيحة؟ بس هتقصد فين النصيحة اللي أبوك قالها لك؟ ما احنا كنا قاعدين جنب السماعات. قفى الصوت كان في عالي فما سمعناش بالسماعات. ده ايه الصوت كان ده؟ يا ربي، الناس خيبتها السبت والحد وأنا خيبتي باقي الأسبوع. بقول لك يا نوسة، ما تيجي الصلاة معايا فيديو. النبي انت فايق ورايق وعامل من حدايق، روح هز طولك كده وحلل صيامك وظبط الاداء في الحاره. ريح الدنيا يا حاج يا موسى القطيفه، ريح نور النبي محمد والكعبه الشريفه، ريح الدنيا يا حاج يا موسى القطيفه، ريح زور النبي محمد والكعبه الشريفه. أنا عليكي تجيبي لي ميه زمزم وانت راجعه. عيني يا نور عيني،
مية زمزم يا موريمون ولا وعرفتيها يا اختي. حاضر. ده انا عايشه في وسكه العمري يا مزين البلكونه ومحمر المكرونه وقضي على المدعوقه اللي اسمها كورونا يا توم. يا وليه كفايه لمي الفرشه، محدش هيشتري منك النهارده ولا حد هيطبخ، كلنا هنفطر مع بعض. يا اختي انا المناديه عندي غير بالك انت يا زهيره يا اختي. الواد ابن سليم هو واخته عمل المستحيل، اقعدي يما افتحي يما من الشقه، وانا اقول لهم ابدا انا صحتي ما بتجيش على الراحه يا اختي، ده انا لو فرضت ظهري شويه هموت. امال فاكراني زيك يا اختي؟ زينب ابنك ستتك ها وقعدك في البيت وخلاكي غطيتي فرشه الحلويات اللي جابت سكر لاهل الحاره كلهم. بس بعد الشر على كل، اعوذ بالله. موريمون ايه؟ امي دوق الشوربه يا اختي، لا تبقى ناقصه ملح ولا حاجه. ادوق ده ايه؟ ما انت عارفه ان انا صايمه مش هكسر صيامي. لا لا اله الا الله، بدانا وجع الدماغ. انت مالك ومال صيامنا يا وليه؟ بتعذبي نفسك معانا في رمضان ليه؟ امي دوقي الاكل. ما انا كل سنه بصوم معاكم. بقول لك ايه؟ انا حدوق على طرف لساني برضو مش هكسر صيامي. هتكسر صيامك ايه؟ اوعي تكسري صيامك يا اختي. نفسي دوقي كله. ست جاد عمال ايه؟ ابنها ريمون ربنا فاتحها عليه من واسع، وعنده فيلا كبيره في اكتوبر يتحايل عليها. تعالي يما اقعدي معايا، وهي حالفه بتمشي من الحاره قال على تربتها. امال ايه؟ ست اصيله صح. طيبه يا ريمون. يا توم السلام عليكم يا رجاله، كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. الله ينور يا ام حودة، قاعدة بتغني وابنك محبوس. خليهم يربوه من المخدرات، فرحة ام زين عندي بالدنيا كلها. يا فرحة ما تمت، اهو هرب من النيابة. صباح الخير يا امه. صباح النور يا عين ام. صباح الخير يا خالتي. صباح الفل يا استاذ سليم، يا اجدع محمد بر مصر كلها. كل سنه وانتم طيبين. طيب. رمضان كريم. انا اروح اشوف الكهرباء بقى. طيب يا حبيبي. امال زين فين امال؟ قصدي يعني ما نزلش يشرف على التنظيم زي كل سنه. بيروش نفسه يا اختي، ما انت عارفاه طول عمره عايق ابن عايقه. طب هطلع انا الجميله. روح يا حبيبي. بقول لك فركشت مع زين واديته دبلته. يا بنتي فكري، زين ده مفيش زيه. مفيش زيه للي زيه. زين عايز يعيش مستور، انما انا عايز اعيش هانم. زين مش شبهي، هو بص تحت رجليه وانا بص لفوق. انا عايز اعيش زي الناس اللي عايشه. انا عرفت ناس في الجامعه وسخت ايدهم فلوس. اللي يبص لعيشه الناس تحرم عليه عيشته يا صاحبتي. كلام فارغ، انا هلعب مع الدنيا واكون قدها. ما هي الدنيا هدها. خليك انتي في الفقر ده مع زين، شبه بعض على فكرة. يلا يا زوزو، مزة من غير حاجة والله. يلا يا رب تبوري لحد ما ظبط الأمور. متعقلي صاحبتك يا نور؟ اللي هي الصيدلية فاتحة؟ لو عاوز حاجة افتحها لك مخصوص. لا لا مش مهم، ممكن بعد الفطار مش مشكلة. خلي بالك من زوزو. يلا يا زوزو، يلا يا زوزو. حاضر يا زين، بلبس الجزمة اهو. الله يما يما، ظهرك ما ينحنيش طول ما ظهري في الدنيا. تعالي يا حبيبتي. الدنيا هترضيك زي ما بتراضيني يا زين. ربنا يجعل دعائي ليك مقبول يا رب، ويجمعني بيك في الجنة إن شاء الله. بقول لك إيه يا واد يا حليوة، حسك عينك تمشي غلط، عشان زي ما اجتمعني كده في الدنيا إن شاء الله اجتمع في الجنة. أنا حسبقك صحيح، بس أنت براحتك، تعالى على راحة راحتك. بعد ألف شر عليك يا أمي. طب والمعز المذل؟ أنا ما أعرف أعيش فيها نفس من غيرك. يو يا واد، ضعي يا حراسة. أوعى يا زين لا تخاف من الناس ولا من الدنيا، طول ما قلبي داعي لك يا حبيبي. اللي أمه راضية عليه يشوط الدنيا برجليه. حلوة. الأم راضية عليه، بس الأهم الحاجة بقى. ورقك فين بقى عشان هنطلع من المستشفى على الجوازات على طول؟ ها عشان حجزت لك العشرة الأواخر. هو أنت ليه يا أما ما بتجيبيش سيرة أبويا خالص؟ تفتكر له الرحمة. هو في دار الحق وإحنا في دار الباطل. إيه بس الأب نعمة برضه يا أما. يا لو كان معانا دلوقتي كان زمانك ارتحتي من الشقه اللي شقيتيه ده. الرب اب، ربنا فوق وولاد الحلال تحت. ربك
بيرزق الطير على الشجر والدودة تحت الحجر، هينسى وليه غلبان على كتفها حتة عيل لسه لحمة حمرة أبدا. وانت يا حبيبي عمرك ما تعبتني والله، طول عمرك شقيان وغلبان، كبرت على دراعك محدش سندك، لعمرك بصيت لحاجة في ايد حد ولا عملت مشكلة مع حد. هو ابويا مات بيه ياما؟ يوه مسربعني ويلا يلا ودلوقتي واقف ترغي. ابوك مات لما عمره خلص، الموت ما فيهوش مد ايه. يلا حبيبي قادر يجمعنا ربنا الجامع يا زين يا ابني. البيت هو البيت يابا، يعني اللي غايب غايب بمزاجه. الله يسامحها بأم. جوزك عزوز فين؟ سيد أسياد الحارة وعمود كرتان التجارة، يا رب تركب الطيارة وتاخد معاك شرارة. ابن رب يا معلم، النضارة دي هتاكل من وشك حتة. أستر يا ستار، عين أهلك ديت هي اللي هتاكل وش. صباحك زي وشك يا موز الفاق. صباحك نادي يا معلم. نادي؟ حد يصطبح بالوش ده وشوف خير. ركبت الاقصدام ياه؟ ويفتح على ايد الواد نسيم لحد اما خلصه، وقال لي الاقصدام ده يدخل في حيطه ما يتكسرش. عينك الله يعينك يا ابني، بطل نبرع على الصبح وفتح حركه دي ما خلصت. جول يا خال، يا صباح الهلا، وسع يلا. بارك فول يا حبيبي. حلو حلو الاقصدام ده. لسه مركبينه، كنت طولت شويه لحد الاشاره. اللي حصل خير سيد المعلمين وشهبندر النجار. اسمع يا سمري، مفيش بضاعه غير لما تدفع اللي عليه. استنى بس يا عزوز. استنى ايه بس يا خير؟ اصبر، اطرش الكلمتين اللي في جوفك يا سمري. معلمين السوق يا معلم مجمعين عند المعلم كرار في المحل بتاعه، عايزين يستوردوا بضاعه عشان يكسروا حكرك يا معلم، بس انا مش معاهم لمؤاخذه. ايه يا سمري؟ طيب فوت على المخزن عندي، خد لك شويه بضاعه عشان انت راجل جدع ومش معاك. حبيبي يا معلم، شكرين يا معلم. سلام. بقول لك ايه، ما تيجي نطلع الطلعه كده ونجرب الاقصدام. يلا اتفضل. يلا اتفضل يا خير. احنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونوقف في ظهر بعض حد ما نخلص على حاجه اسمها عيله الديب خالص. قلتوا ايه يا رجاله؟ احنا معاه نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه. ولا الضالين آمين. يا عزوز حاج، تطول الصدام شوية لحد الإشارة، العربية تخربشت. ملحوقة خال، مليش عندك إشارة همر يا دي يا قرار. اسمع يا عزوز، أنا عندي عيال قدك. يبقى تربيهم لباب لي المعلمين وعامل لي كبير مجلس. مفيش كبير في السوق ده غير المعلم زكريا الدقيق، بالادب او بقله الادب. دوس بنزين تاني يا عزوز. بالادب خال، الرجوله ملهاش قطع غيار. القرار رشح. ما هو المثل بيقول اضرب العجل تخاف راس الفجر. خلاص يعني هتمشوها كده؟ ايه طول عمرها ماشيه كده، ولو مشيت غير كده يبقى ماشيها بطال. ولا ايه في المحله دي الجلابيتك ما شفوش في السوق. اللهم بلغ. كله كبير، كله كبير يا عزوز. كلها بتقول بس ما فيش مفعول، ومن هنا ورايح اللي جاي منه هيقل منه.
اسمع ياد، انا هبعت لك حد يركب لك ازاز جديد يكون احنا صلحنا العربيه، وهنرجع هنرجع عشان نجرب العربيه تاني. علم عشان ما فيش وقت، اللي فاضل لي مش كتير، وانت اللي هتقعد مكاني على الكرسي ده ومعاك العكاز وهتسوق مالية الديابة. ربنا يكفيك شر المرة ده خيالي ويخليك لينا. بس فتح عينك، المعلمة انك تضرب وتراقب وتراقب، لما تتمكن تحط زي الديب بالظبط. حصل وبيحصل يا معلم، يا اللي منك بنتعلم. سهل تتعلم بس صعب تبقى معلم. جري يا اخي، قشر بس كده، ده انا اسوق عزب الشلبي دي تنه. طب اقول لك، ده بيقولوا عليا ان انا خبيث ومكار وضلالي زي. اخرس ضلالي مين يا دي؟ انت يا ابن امبارح، انت خالك ضلالي ملوش اخ ولا له خليفه. حصل وبيحصل خير. الله يمسيك بالخير يا زين يا ابني، ويحرقك يا زهيرة زي ما حرمتيني ابن ابني. يميني ليمني عليها هعطم رقبتها. سايق عليك النبي، ما تنكد على نفسك. معلم زكريا يرضيك يا كبرنا، الواد الحيلة ابن بطني اللي تعبت في حمله ورضعته وطلقه، يرميني لابوه كده اللي هو يا اخويا، علشان ناسب الكبير خلاص استقطع عتبه ابوه وامه. يلا بقى على راي المثل، راح وخد الباب وراه ونسبوه لرباه. راض امك يا عزوز واديها اللي يملي عينها، احنا مش حمل حظ ولا سحر حظ واعملها. حصل وبيحصل خير. لا 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 لا، هنا توقيع بصمه المتبرع. من المتبرع يا دكتور؟ هو يقصد المتبرع ليه؟ مش المتبرع انت يا دكتور. طبعا. عد على الحسابات وادفع حساب العملية، وخلال أسبوع هنحدد الموعد. طيب حاضر. هو بس بعد إذنك، إحنا أنا والحاجة يعني هنطلع نعمل عمرة كده 10 أيام. ما شاء الله، عمر مقبولة إن شاء الله. آمين يا رب. بس أهم حاجة الالتزام بالأدوية خلال الفترة دي. إن شاء الله بإذن الله. يلا يا حلوة. يلا حبيبي. يلا يا حلوة. شرفتونا. ربي يعزك يا رب. أخ يا حبيبي. ابنك زين مفيش زيه يا حاجة زهيرة. طب روح انت، انا هقول كده كلمتين للدكتور. سر سر كمان؟ اه ماشي. بقول لك ايه يا دكتور، اما العملية افتح بطننا الاول ونقي على عجب عينك اللي ينفع زين، خده ما تفكرش فيا خالص. ده خلاص بقى شبعت من الدنيا، لكن هو لسه الدنيا قدام، يفرح بشبابه يا رب. ربنا يديك الصح، ربنا يديك الصح. يا حلوة، رجعت في كلامك وهتلغي التبرع ولا ايه؟ يا لهوي، ده انا لو طول ديك روحي هصب من عمري في عمرك. ما هو مش كل الورد للشم، ومش كل الناس تتفدي بالدم. كتير عليا الكلام ده ولعب الحواجب ده هيجنني. عارف يا زين، كل واحد بياكل من الشجرة اللي زرعها، وانت يا قلبي زرعت خير ياما. ما هو اللي يزرع ورد يشمه، واللي يزرع شكبة يتعلمك يلمه. طب يلا بينا بقى، عشان كلامك الحلو ده هيعطلنا على الجوازات وتروح عليك العمرة. ما اقدرش يا اخويا ما اقدرش. يلا يا حلو، يلا يلا نسبقك. قلت لنا يا دكتور، ربنا يبارك لك. الف سلامة. ربنا يبارك لك. اسمع يا بنت ابوي، شاوري لي على راجل اخد منه الطار وانا طخه بيد دلوقتي، وبعدها تدل معايا وبنتك على البلد. قعدتكم من حالكم ملهاش عزا دلوقتي. انا قاعده هنا على ذمه راجل، انا مش عزبه يا ولد ابوي، جوزي محبوس، ربنا يفك سجنه وكلمته تمشي عليا من ورا القضبان. وبعدها معاك يا بنت ابوي، وبعدها معاك ايه؟ طب بنتك جايين لها عريس غزال ولدي؟ ايه ده؟ ايه هتقعديها جرمندك لحد ما يفوتها قطر الجواز؟ مال الجواز ومال الطار؟ وبعدين انت عارفه جواز البنت سطره يا بنت ابوي،
انت خالها برضو، ولو ليها غرض في الجواز تعاود معاك على الصعيد، تكتب لها وتسترها. الخال والد تحرم علي طرحة الفرح طول ما اخوي قهران في نومته. أجيب طارو الأول بيدي يا خال، واللي يكون يكون. واه 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 جرايه جرالك ايه انت وبنتك قاعدين تفرجوا الطار بناتكم كانوا ملكوش رجاله واصل؟ طيب انا حزور ابوكي في السجن وحفتح معاه الجول، واللي يقولوا الرجاله يمشي على رجال الحرير. اطوعك في اي حاجه الا في دم ولدي اللي اتغدر بيه في يد الديب الكنير. يحرم علي الفرح ولا ارجعك يا صعيد غير لما حنك فوفي بدم زين والد زكريا، واكوي قلبه زي ما كوى قلبي بولدي اللي اتخطف وهو لسه عود اخضر. راحوا فاتوني تحت شجر التوت، لا اخ شقيق ولا ابن حتى يفوت. يا حجتنا للرجاله من بعدك يا زاهر. خير يا جماعه؟ مالكم بتتوحوا كده ليه؟ صوتكم مسمى عزبه شلبي كلها. احنا ما يتسمع لناش حس غير للي رامي ودنه على خشم بابنا. محبه والله، عارفكم قلالات الرجاله والحريم برضه قليله الحيله. محسوبكم فرج الحافي، كبير في توات المنطقه، وكلمتي تمشي على الكبير قبل الصغير. كلمتك ماشيه على مين يا فارق؟ على السوق كله يا مراسي. الا انت كرامه لانك مراتي. وسايب عتبه رزقنا وبتعمل ايه هنا يا فارق؟ ما تخافيش يا مراسي، ما حدش هياخد جوزي زي ما لفتي على جوزي، وبالتوكيل اللي عملهولك لهفت مليتنا. كله بالحب يا اختي، هو انا اللي جريت وراه؟ حبك برص وعشرة خرص، مالنا اللي بلعتيه تطفحيه سم. نخلص الاول من الطار ونفوق للصغار. طار؟ طار من كبير السوق؟ المعلم زكريا اخويا سيد المعلمين كلها اللي فوق قوي قوي، عاوزه تاخدي منه طار؟ ده جوزك لما فكر يعملها اترمى في السجن وبيتكو اتخرب من الاربع اركان. حدش بيوجع من على السجاده، نفر منينا لازم يعلى ويتزنطر ويشوف روحه عشان لما يوجع تكسر رقبته. نفسي اشوف لكو عشان اشهد لكو. يلا يا حبيبي يلا يا فرقتي عشان نبل قمر الدين. يلا يا روح قلبي فرقتي. غوري جاتك الهم؟ في حاجة في الورق يا باشا؟ فين شهادة وفاة الزوجة حق زهيرة؟ لا ما هو طلقني قبل ما يموت. يبقى نحتاج قسيم الطلاق. نبي يا باشا ما تكسر فرحتي بالعمرة بقى. عشان نستوفي الأوراق دي يا أمي لازم تجيبي لنا قسيم الطلاق أو شهادة وفاة. استغفر الله العظيم، هجيبهم منين دلوقتي دول؟ اسألي في السجل يا أمي. يلا يا أمي عشان نشوف اللي بعد. النبي يا باشا ربنا يبارك لك، لو تقدر تساعدني ساعدني يا نبي. يعني هي طالعه تعمل عمره، هتعمل عمليه زراعه كبد، ودي عمليه خطيره، والحاجه الوحيده اللي نفسها فيها انها تزور قبر النبي. ولو ما قدمناش الباسبورات بكره هتروح علينا العمره. ربنا يبارك لك. بص تهدي كده. انا اسف والله التعليمات كده. ايمن بيه مساء الفل. يونس باشا، يونس باشا بنفسه عندنا. يا اهلا وسهلا يا سيدي. ما شاء الله يخليك باشا، انا جاي لك بنفسي اعزمك على كتب كتابي، اوعى ما تجيش. لا طالما بنفسك يبقى اوامر يا باشا. الف مبروك وربنا يتمم بخير. الله يخليك يا باشا حبيبي. زين انت بتعمل ايه هنا يا بابا المجال؟ ازيك يا باشا، انا كنت بحاول اطلع بس جواز لامي عشان تطلع تعمل عمره، بس الظاهر مفيش نصيب. وانت جاي من القلعه عشان تطلع باسبور؟ وانت مش ساكن عندي في دايره الاسم؟ ايه اللي يجيبك هنا يا زين؟ ما هو علشان العناوين اللي في البطايق على هنا يا باشا، بس خلاص مش مهم يعني، اصل الزياره دي اذن وانا اذني كده شكله لسه ما جاش. يلا يلا يا زين يلا. ثواني يا زين. ماشي يا باشا. هات الورق. ربنا يبارك لك يا باشا، ربنا يبارك لك.
طب يا حاجة زهيرة، لو هتدعي لي دعوة حلوة قدام الكعبة هعملك استثناء. بص يا باشا، هو اللي بيزور كده لأول مرة أول ما عينه تلمح الكعبة له دعوة بإذن الله تتردش أبدا. إن شاء الله إن شاء الله نادرا علي ألمح بس الكعبة كده وأفضل أدالك لغاية رقي ما ينشف. طيب لما نشوف. طب حاول استريح شويه وانا هجيب لك موافقه من المدير ده. يا رب يبارك لك، يا رب يبارك لك. ربنا يسر. ربنا شاكرين يا باشا، ربنا يخليك. ربنا يخليك. اوامر يا باشا. تسلم يا باشا. يا سلام سلم. سلام وبوس. وفين الفلوس؟ اللي عليه فلوس يجيبها، لان اللي ليه فلوس طالبها. حصلت الاسبوع اللي فات متاخره. متاخره ليه؟ انا لما متاخر عليكم وتبطلوا زن في المصاريف والله هو حلال عليك وحرام علينا. اسرع عزوز، سوي مديونيه الكل، واللي عليه حاجه لازم يدفعها، واجبد البضاعه في كل محلاتنا عشان اجيب المحامي يقسم الملك. ربنا يديلك طولة العمر يا اخويا، واحنا هتقوم لنا امه من بعدك يا كبير. هتجيب لنا سجاره يا معلم عزوز يا ابن اختي. جريه خرقره، هو اللي علمك ام شرب السجاير دي؟ معلمكش ازاي تشتريها؟ نفسي ومنى عيني تدب ايدك في جيبك وتطحني بسجاره. اخر سجاره. اخر سجاره؟ هي دايما العلبه دي ما فيهاش غير اخر سجاره، انت بتجيبهم فرد. يا جدع ده انت اسمك كرم. بس انت يا ستار. صحيح، اسامي لا تعرف برد من حامي. بر نفسك بملك يا اخويا، الكفن ملهش بيوت. قال على رأي المثل، ايه فايدته المال وانت فايته من غير هيال. معلم، الواد حماده صاحب المعلم كرم دخل بيت الحنش، والحنش الكبير دم دم وبيمص في دم. لله يا معلم كرم، الحقوني هموت. بطل خال وصل، يالا بطل خال، الديب الكبير وصل. ارسل يالا، محدش يقتل الحنش، محدش يقتله. حالي بموت، كله يلزم حده. الحنش ليه وليفه وعشيره مش هتسيب اللي يزيها، واحنا على عهدنا وهم على عهدهم. فاهمين؟ عليك الامان، لا تأذي ولا تغدر ولا تخون. تطاع تنطاع وتعود بسلام. ليك الحمايه، لا تأذيني بأنفاسك السامة. وانصرف وإلا كنت من العاصين. أموت الحاجة معلم زكريا. ليكوا شايفين دي آخرة اللي يقرب من بيت الحنش. وخليكوا على عهدي على الحارة، وإلا مش هيرحموكوا. أهيمهم عزوز، محدش يقرب من بيت الحنش. وليكوا الأمان، كله يقف من قدامي. يلا يلا حولك. يلا انت يا كرم. أيوه. ايه حكايتك؟ فاكر تحت الأم شيخ؟ بعد صبية كيس عليه أو الحنش مص دم. أنا مالي؟ تلاقيه داخل يضرب ستروكس اللي بيهببه. وماله؟ وماله يا كرم؟ خليه كايف. خد الواد وديه المستشفى. حاضر. ولو ليا انفاس في الدنيا لينا كلام انا وانت كده على روحه. عزوز وامر خال، جهز العربيه هنطلع الازهر نقابل المتي شفيق. حصل وبيحصل يا مصيطنا، يفضحنا.
اياك تكون مت. عقبال الحجة الكبيرة يا حاج. تمرني بأي حاجة تانية؟ تسلم تسلم يا ريس تسلم. عايزة حاجة تانية ياما؟ عايزة حاجة تانية؟ مش هتزعل؟ ازعل ليه؟ ياما يا ربنا يديك الصحة طول العمر ياما. يخليك ليا يا نورعين. الموت كاسب كل شيء، والقبر باب، والكل داخل. نفسي اشتري كده وماش اخرتي على حياة عيني، واخده معايا بقى العمرة ازمزمه بمزاجي ياما. عشان خاطرك، عشان خاطري، عشان خاطري بقى يا حاج. بعد اذنك. عمرك يا حاج. وماش كفن حريمي بعد اذنك. ربنا يديك الصحة، ربنا يديك الصحة يا حاج. امين امين. استنى استنى، انت بتعمل ايه؟ استنى استنى. وانا هكلفك يعني عايشه وميته ولا ايه؟ استنى استنى. حلو كده؟ متخلي يا حاجة. ربي يخليك. كنزة فلوس. وايه الورقه دي يا ماما؟ اوعى. الورقه دي ايه؟ دي ورقه ايه؟ ولا حاجه. الله، ده عقد عزبه ده ولا ايه؟ لا ما عنديش. لا ما عنديش. لما يجي معايا دي بفتحها وشوفها براحتك. اتفضل يا سعاده الباشا. تمرنا. ده مش ولد عزبه. مش عاد عزبه. اذن هات ايدك يا سيدي. اتفضل يا خاش. يا اما كان لازم تدفعي انت، وانا كنت قصرت معاكي في حاجه. حبيبي انت، كان حبيبك عسل. كلها فلوسك برضو. ايوه حبيبتي، انا الفلوس دي بديها لك عشان تجيبي بيها اللي نفسك فيه. ما هو ده اللي نفسي فيه، السطرة، عشان لما يجي معادي ما اخلفش حد معايا. ياما طالبه معاكي هم واحزان. ياما القلب يلزمه شويه فرحه كده. هنفرح في الحاره واحنا بنحضر معاهم الفطار زمانهم لايسين من غيرنا. ايه يا زقو؟ شطرت معايا ولا ايه؟ لا انا ماليش في المتر شفيق شفشق ده. راجل ايتم ومحرم الضحك على وشه. هو كمان ما بيقولش عليه غير انك ضلالي ومش سهل ومش سالك، بس دي حاجه مطمناني عليك. عايزي عايزي من العادي دي ورد مفتح بيت وبين ولا جوه؟ وبين البنين. ورا يا خال، انت بتعومني على الراجل، اطلع اشقهولك نصين. يا ديب يا صغير، ما تخليش حد يملى دماغك من حد، خلي شورتك من دماغك. ما تخليش دماغك زي اكرة الباب، اي حد يلفها. ما تخليهاش يلف دماغي غيرك انت يا خال. اه.